اهلا بكل حضراتكم من جديد في 10 الصبح في الاهلي. عايزين نفكركم مره ثانيه تبعتوا لنا كل الاسئله اللي حابين تسالوها لدكتور هاني ابو النجا خبير التغذيه اللي ان شاء الله هيكون مشرفنا في الفقره اللي جايه على طول. اي سؤال يخطر لكم على بال ابعتوه لنا واحنا ان شاء الله هنتوجه بيه للدكتور هاني. طيب في موروث رجالي كلاسيكي قديم دايما احنا عندنا انطباع وكتير مننا عندهم اليقين بان الستات سوقتهم بعافيه وركناتهم بعافيه. احنا معانا ضيفه بتنفي الموضوع ده يعني من اوله لاخره. عشق وحب الصحراء من ناحيه وسباق السيارات من ناحيه تانية شكلوا لنا سيده مصريه بتنافس الرجال في نوع مختلف من الرياضات. معانا ومشرفانا النهارده يارا شلبي وهي اول امراه مصريه تتفوق في رياضة رالي السيارات. منورة الدنيا، أهلا بيك. أهلا بيك، صباح الخير. صباح الفل، منورانا. وحبدأ بردك على اللي هو قاله الصراحة، مش هسأل سؤال يعني مش عايزة أغلطه، هو معاه حق لأن في ده والنبي غلطيني يا لا بص يعني أنا بس بوافقك علشان عرضك. طب أنت اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي. إن أي حد ما بيحبش أي حاجة مش هيعملها كويس. معظم الستات اللي في الشوارع بيسوقوا هم مضطرين، مش عشان حاجه بيحبوها. هتلاقي فنانين بيسوقوا ستات وكويس منهم برضو رجاله، وهتلاقي سواقين ميكروباص بيسوقوا زي الزفت وسواقين اتوبيس رجاله برضو بيسوقوا زي الزفت. صحيح. اي واحد مضطر او حاجه دي مش حبه او مش شغفه هيعملها وحش. هيبقى بيعملها بالرولز، يعني لو مضطر عشان رولز بتاعت الطرق والسلامه والكلام ده، لكن مش يعني متفوق. الحب والباشن والشغف مطلوبين للتفوق في اي حاجه، في اي حاجه. هو ده اللي مخليه ان الماجوريتي بتاعت الستات طالع عليهم السمعه دي. لكن انا بقى بمشي دايما في الشارع واول ما بلاقي اي حد بيكسر على حد اقول بص راجل اهو علشان نطلع بص راجل زي بص ست. اتفق معاكي جدا. خلينا بقى نعرف منك بدايتك وازاي يعني حسيتي كده انك حابه قوي الرياضه دي، وكمان ازاي تفوقتي فيها، يعني التدريبات كانت ازاي؟ برضو ده محتاج تدريب مش سهله يعني. هو انا من زمان يعني متعوده، اهلي الحمد لله مربينا على ان الرياضه دي حاجه اساسيه جدا في حياتي، وان احنا نجرب اي مجال جديد بيشجعونا فيه، مش اللي هو متحفظين لا بيخافوا. فده يمكن من العوامل اللي ساعدتني ان انا اجرب رياضه زي كده. غير ان انا طبعا من وانا صغيره قد ابني كده، انا عندي ابن 10 سنين معايا على طول في الصحراء مع اهلي، على طول بنطلع سفاري وكامبينج وكده. فهو ده اللي كنت بتاخدي الولد الملاهي طالع بيه الصحراء ينفع كده؟ والله لما بخيره بقول له نروح البلاي اريا ولا نطلع الصحراء يقول لي صحراء. الماجينات بقى لعب الدور في الحاجه. لا اصل الموضوع ممتع فعلا، يعني انك تبقى في الطبيعه في حاجات كلها نظيفه، وبعدين في اكتيفيتيز كتير. انت بتهيئ لك الموضوع قاعدين ساكتين، لا بنبقى بنطلع ديونز وبنتسلق حاجات يعني مساله الكامبينج والصحراء وبنشوي، ويعني الاكتيفيتيز دي كلها بتغير حتى في طبيعه الطفل، ان هو يبقى معتمد على ان هو بيعمل حاجات كتير وبنفسه. يعني الموضوع لا بالعكس احسن بكتير من انه يروح الملاهي. فدخلت صحراء من مع اهلي من وانا صغيره، وبعدين من 7 سنين كده قلت طب ما اجرب بقى انا اتعلم اسوق انا بنفسي واشوف الموضوع ايه. لقيت الموضوع مختلف تماما عن لما كنت بطلع مع اهلي رحلات بسيطه. يعني ابتدت مع اهلك عاديه جدا؟ عاديه، ما كانش فيه اي حاجه. احنا كنا بنروح نركن العربيات وندخل مع البدو يعملوا لنا هم الكامب ونروح نقعد معاهم يومين زي ما معظمنا بيعمل. بالظبط. طلع بقى في عالم تاني انا ما كنتش اعرف حاجه عنه، عرفته من 7 سنين. ان انت كونتي فريق كامل من الفتيات. بالظبط. انا اول ما دخلت كنت طبعا بسمع كلام بقى من اللي انت قلته لي من شويه ده، انت ما بتعرفش تسوق اصلا. لا والله يعني انا خدت وافقتك في الاول. دخلت لقيت اول الناس مش مقتنعه بان انا موجوده، ومش مقتنعه ان انا هعمل حاجه، واثبتت لهم فعلا ان هم صح. لما دخلت اول رالي تهنا اصلا، يعني كناش مش عارفين نكسب، احنا مش كناش عارفين لا نرجع للستارت ولا نروح الفينش، وكانت حاجه يعني مأساويه جدا. الموضوع مش سهل، والموضوع محتاج براكتس كتير، وتتعلم ملاحه وتتعلم ميكانيكا وتتعلم تمانج تيم ازاي. ولقيت مجموعه فتيات عندهم نفس الشغف اللي عندك. فلما فشلت يمكن في اول سباق هو ده اللي حمسني اكتر ان انا هدخل واتعلم واصلح الغلطات دي. وكان في 2013 دي كانت اول سنه ادخلها، فشلت مره، دخلت الثانيه كسبت، طلعت تاني، بدات طلعت على بطوله الجمهوريه في 2014 طلعت مركز تاني. بعدين بقى قلت لا انا كده بدات افهم الموضوع، ممكن اعمل فريق بتاعي. وكان في خلال الفتره دي انت خبطت يعني في كذا بنت من السفريات ومن السباقات،
طلع عندهم نفس الشغف ده، بس ما كانش عندهم الجرأة ان هم يبدأوا فعلا بتنفيذه. يعني في فريق فعلا ممكن ندخل نتعلم معاكي، وهم بيدخلوا صحراء ممكن يسوقوا بعربياتهم الخاصة في الرحلات العادية بس مش رالي ومش سباقي. فجمعتهم بقى كده كلهم، تعالوا يلا ندخل نتعلم مع بعض ونعمل فريق، وعملنا فريق فعلا. ودخلنا في 2015 اول مره نسابق، وطلعنا مركز اول على الجمهوريه في 2000 بالظبط و16. انت كنت يعني مسؤوله عن مش بس الاداره، التدريب كمان يعني، ولا اي واحده كان عندها عربيه بتعرف تسوق كنت بقى برضو جنبيها بعلمها ازاي تدخل بقى تسابق رالي مش سواقه عاديه. ميكانيكا، كان في بنت مخصصه معلماها ميكانيكا، كانت دايما تروح هي اللي مع العربيه عند الميكانيكي واقعد اعلمها المشاكل ايه اللي ممكن تواجهنا في الصحراء. طب انت مين علمك يا يارا؟ يعني انت كنت تروحي مع اهلك بس محدش علمك؟ بالظبط. انت بقى علمتي نفسك وبقيتي تعلمي الناس دلوقتي. بس ما اتعلمتش بالسهل. يعني انا اول ما دخلت مثلا جبت عربيه نوع غلط، مش هي دي احسن حاجه للسباقات. جربت مره واتنين، عارفه الترايل اند ايرور، ان انا اجيب عربيه الصح. طب المشاكل اللي بتحصل لي في الصحراء مختلفه عن المشاكل اللي ممكن تقابليها في الحياه العاديه. العربيه الصح تقصدي بيها تجهيزات معينه لازم تكون موجوده في العربيه عشان تصلح للانتقال؟ تجهيزات العربيه بتبقى معظمها تجهيزات امان، عوامل امان، مش زي ما الناس بتبقى فاكره. لا الأنزل. مش الميكانيكا مش احسن واسرع واقوى. أوكي. لا مش هي ده اللي بيبقى مهم للمواصفات اللي بيتوافق عليها ان العربيه تدخل تسابق. طب على ذكر الامان بالمناسبه، يعني الشيء بالشيء يذكر، ايه مخاطر الرياضه دي بالتحديد؟ هي زيها زي اي رياضه، ممكن يبقى اللي مش متدرب عليها كويس واللي مش محقق عوامل الامان بتاعتها يحصل له اصابات. بس انا الحمد لله يعني اتقلبت بالعربيه في ثاني سباق والثالث سباق ليا، وتعادلناها وظبطنا الزيوت والميه وكملت السباق وطلعت مركز سادس ساعتها. حتى العربيه بتبقى مصممه طالما ان انت عامل العوامل المظبوطه زي رابط السيت بيلت، الكراسي المظبوطه، اصلا ما ينفعش تتوافق انك تدخل سابق غير العوامل دي تبقى متحققه. الرول كيج اللي هو زي بار كده حديد بيبقى متصمم جوه العربيه بمواصفات معينه انه بيمتص اي صدمه، العربيه اتقلبت اتخبطت ما يطبقش جسم العربيه على السواق والملاح. فهو ده اللي يعني خلاني الحمد لله كل المشاكل اللي حصلت لي، انا ما حصلتليش حوادث شخصيه الحمد يعني. لله ربنا يبعد عنك. لا غير في موتوسيكل، يعني كل الحوادث بتاعت العربيه كانت بتاعتي. موتوسيكلات كمان. يا رب مش عارفين نروح منك فين. والله يعني في 2015 كانوا هم اللي اضطروني، يعني انا بلعب بالموتوسيكل عادي، وبعدين كان في مشاكل ان الصحراء مش مفتوحه، كان عندنا مشاكل امنيه وكده، فالتراكات بقت صغيره والسباقات بقت صغيره وتقريبا اولموست ما بقاش في رالي، فروحت داخله اسابق بقى بالموتوسيكل، قلت بقى تشالنج زياده ادخل اسابق بالموتوسيكل. يلا انا ممكن اسالك سؤال ملوش علاقه خالص؟ ايوه طبعا. انت برج ايه؟ القوس. القوس. القوس بيحبوا الحياه ويحبوا الادفنتشرز. طب طالما فتحنا بند الاسئله اللي خارج السياق، انت جوزك موقفه ايه من اللي بيحصل؟ والله يعني هو كان سبورت لان هو بيحب اصلا القصه ديت، و بس ممكن يكون بيحبها بس بطبيعه الحال. لا هو احنا اتعرفنا على بعض في مجال السباقات كمان على فكره. هو شفت بقى اختار اختار حد يعني زيك. الموضوع ده اتكرر النهارده يعني بسكشن مختلف، بس برضه بيحب العربيه والتعديلات والكلام ده، فطبعا متفهم جدا كل الشغف بتاعي الموضوع ده. طب وقبل بقى اي سباق بيبقى زي ما كريم كان بيقولك العربيه بيبقى ليها تجهيزات كسيفتي بس، ولا بيبقى في حاجات تانية؟ انت بتتدربي قد ايه؟ هو اصلا السباق بيبقى فيه رجاله وسيدات صح كده؟ انا من ساعه ما دخلت ما كانش فيه ستات معايا بتسابق. انا عرفت ان في الهيستوري بتاع السباقات في مصر كان في واحده او اتنين دخلوا جربوا، بس كانوا يعني تجربه فرديه. كانت امتى؟ في الثمانينات تقريبا. كمان يعني ما كانش فيه لغايه مثلا اول اربع او خمس سنين من سباقات، انا كنت انا دايما البنت الوحيده. في كام بنت دخلوا جربوا برضو الفتره اللي فاتت، بس للاسف برضو ما كملوش. هو الموضوع بصراحه يعني ما اكذبش عليكم مرهق ومتعب وكمان مكلف جدا، لازم دعم ورعاه كتير للفريق علشان يبقى الموضوع نعرف نكمل فيه. يعني انا موظفه في بنك مثلا، بس ما فضلت بامكانياتي المحدوده بحاول ان انا اسابق وادخل جوه مصر وبره مصر، بس طبعا اول ما بيبقى فيه راعي الموضوع بيبقى اسهل كتير. انت كمان شاركتي في رالي الفراعنه في سنه من 2014. اوكي. طلعت مركز اول على المستوى المحلي، وكنت تقريبا 14 او 15 انترناشونال. وعلى الصعيد الدولي بقى تطلعاتك عامله ازاي؟ شايفه ايه في اللي جاي؟ بتتمني ايه؟ انا من اول 2015 بدات اسابق بره مصر، لان كانت تقلصت السباقات هنا في مصر وبقى حجمها صغير، فبدات بقى اشحن عربيتي بره مصر، وان انا اسابق في الامارات كل السباقات بطوله الامارات المحليه،
طلعت منها بعد كده على الأردن والمغرب قطر السعودية، لسه راجعة من السعودية السنة اللي فاتت، كنت أول بنت تسابق في الراليات هناك. الهند حتى رحنا سابقنا فيها يعني. كل ما بيبقى في فرصة متاحة ان انا اسابق انترناشنال بتعلم منها كتير جدا، بتفيدني. عملت مراكز كويسة انترناشنال يعني، في الامارات لسه في 2018 كنت داخلة واحدة من بطولة العالم وطلعت مركز 14، وده يعتبر متقدم يعني مراكز الفرق الدولية يعني اللي بتبقى مدعمة من الدولة نفسها حتى. بس فانا اتمنى بقى ان شاء الله ان انا اعرف ادخل بطوله العالم كلها في السنه اللي جايه او اللي بعديها، كان المفروض السنه دي بس يعني. لا هو دلوقتي الوضع العالمي كله للاسف. وان شاء الله بقى في خلال 5 أو 6 سنين اخد بطوله العالم، لان الموضوع لو يعني زي ما انا مخططه له بالدعم اللي واخده من الرعاه بتوع الفريق الفتره ديت ان شاء الله. حلوه الثقه بالنفس برضه اللي هو ان شاء الله كمان 4 5 سنين اخد بطولة العالم. برافو عليك، كويس ان انت عندك الجاتس كده يعني. بس علشان بطوله العالم اكيد انت عليكي دور، وفي دور تاني مثلا في حكايه الدعم او السبونسر. طب ايه اللي انت بتتمنيه يكون مقدم علشان تقدري نقدر نقول ان عندنا بطله مصريه قدرت تاخد بطوله العالم؟ هو ما فيش من الفرق يعني، انا بقول لك ما خدت مركز 14 ده لان اول 10 فرق او مراكز بتبقى فرق مدعمه من الدوله، فطالما الدوله لازم تدعم وتدي شويه سبورت للرياضه دي. رياضات كتير مهضوم حقها في مصر، واتمنى ان تبدا بس الدنيا ليها اتحاد خاص بيها. بس ملوش دعم غير رمزي، اللي هو مثلا ان انا اجي اسابق بره مصر يطلع لي خطابات، لكن مفيش دعم حقيقي مادي اللي بيبقى محتاجه. طيب اي متسابق الرعاة دورهم ايه حتى بالتنسيق مع الاتحاد؟ الرعاه الشركات الخاصه، لكن مش معاها بيكونش في تفاهم او تعاون مشترك مع الاتحاد؟ لا ما بيبقاش، بس يعني ان شاء الله هتيجي يعني. انا متفائله خير ان الرياضه دي بدات حجمها يكبر كتير عن اول ما بدات، السباقات بقى حجمها اكبر عددها اكبر. طبعا الرالي انترناشونال اللي كان في مصر اتلغى لان الظروف الامنيه وكده، بس انا برضو مقتنعه ان شاء الله هيرجع قريب، ان كان بيعمل دعم سياحي ويعني تنميه حاجه رهيبه، بيجي حاجه فضائيه كتير طبعا كل حته بتنقل. انا بقابل المتسابقين دلوقتي في اي بلد بره وانا بسابق معاهم، اللي كانوا بيجوا الفراعنه كلهم عندهم الفراعنه دي يعني، عارف البونبونيه بتاعه البطوله طبعا. احلى اراضي ممكن بيسابقوا فيها، صحاري هنا في مصر تحفه مش موجوده في بلاد كتير، فبيبقوا مستنيين الرالي ده وان شاء الله هيرجع تاني يعني. طب هل الموضوع برضو علشان توصلي الفكرة، هل الموضوع مرتبط بأن أنا أكون بعرف أسوق كويس أو عندي ملكة السواقة علشان أقدر أقول أن أنا ممكن أبقى كمان بطلة رالي يعني؟ هل في ربط هنا؟ هو جزء كبير موهبة زائد تمرين، أن موهبة لوحدها مش كفاية. زي ما بقولك أنا لقيت نفسي في الرياضة دي ودخلت، بس في أول رالي تهت، اتعلمت كويس ودخلت كذا مره الصحراء اتعلم اجرب حاجات في العربيه اظبطها، لغايه لما المعلومات اللي استفدت بيها من العربيه زائد التدريب كذا مره. انا كنت تقريبا كل ويك اند في الشتاء لان ده الموسم اللي بنطلع فيه الصحراء، ببقى في الصحراء بلا في منطقه مختلفه في بس اماكن. بس انت بتعملي دراسه ليها قبلها يا يارا يعني؟ بتبقي عارفه بتدرسي المنطقه اللي انت رايحاها كواليس بتاعه الصحراء وتواجدك هناك؟ احنا عندنا قاعده في الصحراء ان ما حدش ينفع يدخل لوحده صحراء، فانا اتعلمت من الناس اللي هم اصلا بيبقوا من زمان فاهمين كل الصحاري اللي في مصر، معاهم تراكات وعارفين بيدخلوا منين وبيروحوا فين. دولت كانوا ساعدوني كتير جدا في الاول، فاهمين ادوني تراكات، طلعوا معايا التمرينات. جزء كبير قوي من الاتحاد كان الناس بتعلمني انا وبتعلم الملاحين اللي معايا، لان انا الملاح هو اللي بيخليني اعرف اتحرك ازاي جوه الصحراء. فلا الاتحاد برضو كان من ضمن الحاجات اللي ساعدني فيها، هي التعليم ليا شخصيا ميكانيكيا وللملاحين وبقيه الفريق. كمان مثلتي مصر ومثلتي الشرق الاوسط وافريقيا بالكامل في رالي المسافات الطويله اللي كان منظمه الاتحاد الدولي للسيارات. برضو عايزين نعرف منك تجربتك مع الرالي ده بالتحديد كانت عامله ازاي. ده كان زي عملوا سيلكشن كده لكل بنت في منطقه معينه، وانا فاهمه اللي انت بتتكلم عليه صح، اللي كان تبع الاتحاد الدولي للسيارات اختاروا بنت بتمثل المنطقه بتاعتها. انا كنت اختاروني بمثل ميدل ايسترن افريكا، وكان في 9 بنات تانيين
اتعلمنا من ايد بطلة العالم اسمها يوتا كلاينشميت، هي ألمانية وكانت أول واحدة تكسب رالي داكار، هو أصعب رالي في العالم. جابوها لنا، اتعلمنا منها، قعدنا 5 أيام في الصحراء بنجرب عربيات مختلفة، بنتجرب مناطق مختلفة لغاية يعني تقريبا معايا كل الخبرة اللي هي ممكن كانت تنفع تديها لي. وكان مطلوب منا بقى ان احنا لما نروح نعمل زي نقل للخبرات في البلاد بتاعتنا. ومن هنا كان اصلا اللي شجعني ان انا اعمل مدرسه البنات اللي هي اللي ان شاء الله هتطلع في الفتره دي، ولا الفريق، الفريق جزال بتاعي هو الجزال، وفي مشروع معمل مدرسه رالي سكول مخصصه للبنات بس طبعا مفتوحه لكل الناس، بس اشجع بيها اكتر البنات انها تدخل المجال ده وتبقى حاجه بروفيشنال. حبك للموضوع مش بس مخليكي تمارسي الرياضه دي او الهوايه دي، لا انت بتحترفي فيها وكمان عايزه يبقى في زي ما انت بتتكلمي فريق ويبقى في مكان بتدربي فيه يعني. بالظبط. يعني لا يعني حلو ان انا اكبر الموضوع او ان انا اقصر شويه المشوار على البنات، لان انا بقول لك انا مثلا اشتريت عربيه غلط وبعد كده دخلت ما كنتش عارفه اروح اصلحها فين واعملها ايه، فليه ياخدوا كل المشوار ده ما انا ممكن نقصه لهم شويه. طب هم يوصلوا لك ازاي يا يارا؟ يعني على البيج بتاعتي، البيج بقى جزال رالي تيم، ممكن ابقى نكتبها او على الحساب الخاص بتاعي يارا شلبي. خطر على بالي اسالك سؤال بره الجزء الاحترافي اللي عندك. انت على الصعيد الشخصي والانساني لما بتكوني عندك مشوار ومتاخره عليه بتوصلي في قد ايه؟ يعني انا متخيلك وانت مستعجله في الشارع عادي. لا والله انا بحاول كتير جدا وبنجح ان انا افصل ما بين السباقات وما بين الشارع. يعني وقتك في المطلق سواقه هاديه في الشوارع، لان الشارع ولا الشارع ولا العربيه مجهزين للنوع ده يعني من الجري بس والسباقات. في بعض الاحيان برضو لا يخلو الامر ان انت ممكن تبقي ماشيه في الشارع او على كوبري فتلاقي حد بيشد معاك، عارفه الحاجات اللي بتحصل احيانا. هو بسيبهم اللي يفكر يعني يشد معاك ده بيزعل في الاخر. اكيد والله لا مش قوي يعني. انا بسيبهم يشدوا، اللي عايز يلعب يلعب. هو ده تواضع الكبار يا يارا. ربنا يخليك، شكرا. طب احنا عايزين نشوف الصور اللي عرضناها من شويه عشان يارا بقى تحكي لنا كده كل صوره ونحاول ان احنا نخش معاها في الكواليس كمان، يا ريت تعرضوها لنا يا جماعه. ده مثلا كان رالي في الفيوم، ده كان من فتره للاسف السباقات كان فيها قليله، ومعايا الكوبايلوت لو زهره، هي بنت اسمها مود، هي زميلتي في معظم ده بطل العالم ناصر العطيه، هو بقاله 4 أو 5 سنين مكتسح بطوله العالم. كان بيشجعني في رالي الفراعنه ولما مبسوط قوي ان في بنت مصريه جت، وكنت اول بنت مصريه تدخل وتخلص الرالي، فكان جاي ركب عربيتي وشجعني. جميل. ده برده نفس الرالي بتاع الفيوم، ده كان في 2016. جونا رالي في 2017 وده اللي كسبنا فيه مركز اول. من السباقات المميزه يعني، عشان في دايما عربيه كده هي دايما تاخد مركز اول، انا كسبتها كنت مبسوطه. جميل. الصحراء بقى مش قادره اوصف لكم يعني جمال صحراء مصر، بستمتع ازاي يعني، ممكن لو يعني اقدر يسيبوني هناك يا ريت. طب ما فيش مره مثلا ايه تعبان معدي قطع يعني او عكنن عليك السفاري او الكامبين. الناس بتبقى خايفه عقرب قاطع بالعرض والله كدا. العكس تماما، هنا هو واخد مركز اول. الناس بتبقى فاكره ان الصحراء فيها الحيوانات دي او الديب والثعلب لا ما فيش الكلام ده، بيخافوا منا احنا اكتر ما احنا بنخاف منهم يعني، بتكون لازم they're very shy وبيكون لازم الدنيا هدوء خالص، يبداوا يطلعوا بالليل مثلا واحنا نايمين ياكلوا بواقي الاكل اللي حوالينا مثلا او حاجه بيطلع. يعني يكون في سكوت خالص. عادي جدا. عادي يعني. بس برضو احنا بنختار الاماكن ما فيهاش صخر، ما فيهاش ميه، ما فيهاش زرع، الساند ديونز اللي هي بتبقى رمله فقط، النوع ده من الكائنات مش بتبقى موجود فيها كلام. طب هي صخور او ميه او نباتات هي بتبقى تتواجد حواليها الحيوانات، لكن لو رمله بس مسافه كبيره احنا دايما الكامب بتاعنا بنختاره يكون في وسط رمله. ساند ديونز اللي هي الغروود بتاعه الرمله دي، ده امن مكان بنبيت فيه، ولو مش متوفر بتبقى بناخد احتياطات معينه ان برضو اللي هي زي بتقول تعابين او الحشرات كده ما تدخلناش الخيمه، غير ان الخيمه بتبقى سيلد سوسته كده ما خلاص ندخل ما فيش اي حاجه بتدخل لنا.
جميل، نشكرك جدا يا يارا، نورتينا. وانا هعملك اد على البيج وهفكر في الموضوع. لا والله تعالي ممكن بلاش والله هتبسطي جدا. بلاش ابوس يعني لو انت كمان بلاش ابوس يعني مش هسامح بتطلع ورص بالعربيه بصي وبتفرم كل الناس اللي في الشوارع. طب يلا يلا والله ممكن فعلا. على فكره بس اقول لك على حاجه سريعه جدا. انا ما حدش علمني سواقه العربيه، انا كنت بشوف ازاي الكبار بيسوقوا لما كنت بركب معاهم العربيه، وانا بقيت كانت مانيوال مش اوتوماتيك. كان عندي 14 سنه يمكن دي ساين يمكن والله العظيم انا بتكلم بجد. بدايه مبكره شفت بقى. لا 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 انتوا يا جماعه هتغيروا خالص الانطباع اللي عندنا. مش هينفع كده والله، نمشي نقول اهو اكيد راجل. شخصيا دليل على عكس صحه الكلام اللي بيتقال. صح بالمناسبه لكل قاعده في استثناءات بطبيعه الحال. نورتينا وشرفتينا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. طيب احنا كده الفقره دي خلصت، فاضل بقى الفقره اللي احنا مستنيينها وكنا بننوه عنها مع حضراتكم في البدايه. دكتور هاني ابو النجا اخصائي التغذيه، لسه في وقت ابعتوا، لسه في كده كام دقيقه وهنبتدي بقى نجمع كل الاسئله، علشان كل الاسئله اللي حضراتكم هتسالوها ان شاء الله الدكتور هاني يقدر يجاوب عليها. انا وكريم مش هنسال حاجه خالص الفقره دي. بعد الفاصل خليكم معانا.